لكن اسمحوا لي اتحول الى السيد احمد ابو غيط الامين العام لجامعه الدول العربيه. سياده الامين العام، ما هو التصور الذي لديكم شخصيا ولدى الجامعه لابرز التهديدات التي يتعرض لها الامن والسلم على مستوى الشرق الاوسط وعلى مستوى العالم بشكل عام؟ يعني الحقيقه سؤال عريض جدا ويبدو بسيط، لكن في الحقيقه هو معقد مركب للغايه. على المستوى الشخصي اتصور انه في اللحظه دي في 6 عناصر، يمكن اتطرق لكل عنصر في دقيقه بعد اذنك او 45 ثانيه. 6 عناصر ضاغطة على الوضع الدولي، لأن الوضع الدولي بصفة عامة وعلى مدى العصور والقرون هو معقد ومركب ومليء بالمشكلات. ولو سألتني على 100 مشكلة أقول لك في 100 مشكلة، لكن نقول أنه أكتر حاجة ضاغطة في اللحظة دي هي الوضع في منطقة غرب آسيا وشرق المتوسط، منطقة المضايق الأساسية العربية، سواء مضيق هرمز أو مضيق باب المندب، التعرض اللي حصل لمنشآت النفط في المملكة السعودية، التصعيد اللي ملوش معنى في شرق المتوسط، وضع بصفة عامة يؤدي إلى الكثير من الأرق للناس، لأنه في أي لحظة ممكن يتحول إلى مواجهات مسلحة. تصدي للحاملات النفط أيضا يعني ضار بالمنطقة ويساعد عمليات الإرهاب زي ما احنا بنقول. فدي ده محور أساسي. محور الآخر المقلق زي ما أشوفه هو عودة التنافس الحاد والمواجهة بين القوى العظمى. يعني الحرب الباردة خلصت في 90 91 92، لكن يبدو أن هناك مواجهات بالذات في شرق آسيا، إعادة تموضع للولايات المتحدة، ظهور قوي جدا للصين، عودة صاخبة لروسيا بعد انفجار الاتحاد السوفيتي، كله أيضا يهدد بتطورات على المستوى الدولي. ولكن أيضا حتى المواجهة التجارية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، صحيح توصلوا إلى اتفاق جزئي أول أمس، لكن هذه هدنة وليست منطقة شيء مستقر، وهذا يهدد اقتصاديات كثيرة جدا، لأنه بيهدد فكرة العولمة والتجارة الحرة في العالم، فالحذر مطلوب. المحور الثالث اللي أشوفه خطر للغاية في الظروف الحالية ويمكن لعقد أو عقدين هو ما يسمونه الحرب السيبرانية، لأنه يستطيع شاب أو جهاز أنه يخش على مجتمع ويدمره من الداخل. يعني يهاجموا شبكات كهرباء فالمجتمعات تضيع، يهاجموا المصارف فشبكات المصارف تضيع. بالأمس في إيران عملوا هاكينج على مصرف، أخذوا 30,000 حساب بأرقامه، فكلها مسائل خطرة للغاية. الخطر الآخر اللي أشوفه خطر للغاية ويجب أن الشعوب تتنبه له، الشعوب قبل الحكومات، هو الحرب المعلوماتية. لأنه الرئيس ترامب بيسميها فيك نيوز، هي الحقيقة فيك نيوز، لأنه الكثير من الصخب على الشبكة العنكبوتية بيحصل، وأحيانا بيبقى صخب ضار للغاية ويهد المجتمعات من الداخل. على سبيل المثال يطلع واحد يقول تطعيمات ضد الحصبة للأطفال دي تؤدي إلى سرطان، يتوقف الناس على
عن التطعيم، فالمجتمع كله يصاب بالحصبة أو يصاب بشلل الأطفال زي في أحد الدول الإسلامية الآسيوية. فنقطة خطيرة للغاية الحروب المعلوماتية. يعني أنا شخصيا يعني بعد إذن سيادة الرئيس أتطرق لموضوع خاص بي بمصر. أنا كنت مسافر أمريكا يوم 21 سبتمبر أحضر الجمعية العامة، فالساعة 5 الفجر فتحت التلفزيونات بدأت أشوف الدنيا فيها إيه، لقيت صخب إعلامي كاذب من محطات محددة بتستهدف الادعاء بأنه هناك حدث جلل على الأرض المصرية، ولمدة عدة أيام كانت الشبكة مليانة بهذا الهوس، وهو هوس لا يعكس شيء. وبالتالي الحذر من الحرب المعلوماتية جدا.